السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة من خريجي الإدارة الاقتصاد والمعهد المحاسبي، خرجنا بتاريخ 5/12/2019 للمطالبة بحقوقنا وهي إيجاد فرصة عمل. طالبنا من الحكومة المحلية المتمثلة بمحافظ المثنى سيد أحمد منفي، ولم نجد منه أي استجابة، مجرد وعود وتسويف، ونحن ملتزمين بقرارات خلية الأزمة. وبسبب كثرة المناشدات ولم نجد أي استجابة نتوعد نحن المعتصمين بمظاهرات طلابية كبرى بالتنسيق مع بقية الاختصاصات بعد انتهاء الأزمة الحالية. بيان صادر من خيمة الاعتصام أمام مصفى السماوة يوم الجمعة مصادف 17/4/2020.